وفاء بناتي مراقبات في شركة بيزونون لعمال النظافة. الموضوع هو أنه العامل خرج لخدمته كيشطب أثناء المزاولة ديال العمل ليس مواطنة، قاس بشطابة، اعتذر منها، تزيدوا في الهضرة، ضربوه. شكون اللي فيكم النقاشات؟ جينا للشرطة باش يحلوا هذا النزاع، لقينا ما كاينش اللي يحل المشكل، بالعكس تفاقم. لان انا دخلت مع اللي بصفتي مراقبه، خرجوني، قال لك خصتي تصنتوا لهم. من بعد كيخرج العميل مع هذوك الناس وتيقولوا بانهم يمشيو يجيبوا شهاده طبيه والشهود، وهو يبقى يتسنى، ما تقبلش هذا الموضوع. فكان نقاش العمال ديالنا كنا موقفوا، علاش؟ بسبب لان ما كاينش الاحترام لهذا العامل في النظافه. خص الانسان يحترم هاد الناس كتخدم، والحمد لله راه تقريبا 6 سنين هادي وحنا خدامين. لا السلطه ولا جميع المقاطعات راه كنخدموا معاهم، وقيت تما وقفوا علينا تيلقاونا. فلهذا حتى حنا غنقولوا طلع اعتبار لهاد الناس ويحترموا هاد الناس لا اكثر ولا زياده. شكرا شكرا. اش وقع لكم؟ وقلنا وعد تيكون مع واحد السيد خدام معانا. فين هادشي؟ فين؟ خدام في سوق جديد. نعم. جاويين شي جوج عيالات، قال لك واك تنشطب. نعم. فاش قاسهم ويتلح عليه وحده. وحده تلاحت عليه والاخرى قاعده عليه تضربوا بالبونيات جهه ودنهم. نعم. حنايا فاش جينا تجمعنا هنايا، ملي تيهضر على حقه قبضوا جارو كيلو كلب. هذاك واحد البوليسي قبضوا جارو كيلو كلب وقعد تيضرب فيه. وقبضوا حتى الشيفور حتى هو قبضوه هو يدخلوه حتى هو كبارك عليه بالضرب تي ولا خارج من الجهه الشرجم قاعد تيغوت تيبكي يقول لهم هادو هاد الناس هادو تيضربوا فينا. السبب اللي وقع عليه شنو هو السبب؟ سبب على قبل واحد جوج دريات. نعم. جوج دريات هما اللي قبضوه تكرفسوا عليه. على قبل الشطب. على قبل الشطب. علاش؟ على قبل حيت تيشطب. هو خدام تيشطب حيت قاسهم من ورا ما شافهمش. نعم. ملي قال لي اسمح لي يتلح عليه. نعم. هادشي اللي كاين. شكرا. هانيا. انا وقفت هنايا مشيت مع داك السيد اللي مضروب اللي معانا خدام معانا. البوليسي با يجرو خرج با تيجر فيه حتى ودي راه مهرس زلف عليا ضربني بعينيا هكا كتشوفها عينيا هي. ما عرفتش هاد الشيء هذا واش هادوك الناس اللي هادوك اللي مظلومين هما اللي شدوا لهم اللي ما شدوش لهم الحق والاخرين قال لهم خرجوا في حالاتكم. ما عرفتش شنو هذا الشيء هذا واش كاينه شي حاجه ماشي هي هذه. الناس اللي ظالمين بيخرجوا في حالهم والسيد واللي مظلوم اللي معانا حنايا اللي خدام معانا حنايا قال لي لا ودي اقعد هنايا. ما عرفناش شنو ما فهمنا والو في هذا الشيء. اللي جينا نهضروا ضربوا شتي كل شيء راه ضربوا دخلوا الدراري دايرين لهم المينوت بعدا ما عرفتش شنو دايرين. الناس اللي دايرين لهم المينوت انا زف عليا هذاك اللي تيعمر الرابور زف عليا بلا سميتو بونيه العينيه هذا الشيء اللي كاين هنا. شكرا شكرا. كون انظار الحسين الكاتب الجهوي في جهه مراكش الاسفي داخل النقابه الوطنيه للجماعه الترابيه وتقليد الاخوه المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل على اثر واحد الشنآن اللي وقع بين احد عمال النظافه مع بعض المواطنين. احدى المواطنات اللي وصلوا فيه خرج عن السيطره وصلوا للدائره الامنيه والحمد لله. المهم ما ندخلوش التفاصيل ديال الموضوع تحتوى الامر وتطرقوا بالحضور ديالنا كممثلين العمال للصلح. لكن من هنا كنبغي نوجه رساله بانه هذا الشان حنا راه كنعيشوه على مدار الساعه مع المواطنين. هذا نداء كنوجهوه لهم انه ياخذوا بعين الاعتبار بانه هاد الناس العمال ديال النظافه راه هذا العمل هذا اللي كنقوموا به راه من اجل الساكنه ومن اجل المواطنين والزوار وحتى المسؤولين. انه بغينا شي حملات تحسيسيه في هذا الجانب باش يكون تاطير للمواطن. كنطلبوا انه يكون تاطير للمواطن باش يفهم هاد السلوكيات اللي هي شاده اللي كتدخلنا في شنان. راه ضروري غادي ندخلوا في شنان مع المواطن، كندخلوا مع اصحاب المحلات التجاريه. هذا ما بغاكش تطب ليه قدامه، هذا ما بغاكش تطب ليه. واحد كيجي كيقول لك راه في الباركينغ مول الباركينغ حتى هو كيتشكى ما تجمعش ليا الزبل هنا ما تحطش ليا بركاسه هنا. لا يمكن ان نوصلوا لمدينه نظيفه الا ما كانش مجهودات مبذوله وندخلوا في هذه المسائل اللي هي هذه الحيثيات اللي هي تفاصيل ديال الحياه اليوميه ديال هذا العامل البسيط اللي كيبدا العمل ديالو في الصباح الباكر وكيبقى مستمر فيه الى غايه
قضاء السويع ديالو وداخله في هذه الاراده زدنا شحناه بهذه المسائل اللي هي بهذه لي كونفليكت اللي كيعيشها مع المواطنين ومع اصحاب المحلات ومع اصحاب الطاكسيات ومع اصحاب مواقف السيارات غادي نكونوا بعدنا كل البعد على النظافه ديال المدينه اللي هي الاساس من هذا الشيء. وتحيه للمنبر ديال كلامكم اللي دخل على الخط ودار معنا هذا الشيء.